السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الثالث الاعدادي. درسنا النهارده بيتكلم على الالجبريك فراكشنال فانكشن، الفانكشن لما يكون فيها مكتوب فراكشن. نفتكر الفراكشن مع بعض. الفراكشن ده كان جزء من الراشنال نمبر. كنا بنقول ان الراشنال نمبر ده اي نمبر كان بريتن ان ذا فورم اوف اي اوفر بي، اي نمبر نقدر نكتبه از فراكشن، بس بشرط ان البي لازم يكون نوت ايكوال تو زيرو. طب اشمعنى زيرو؟ لاننا ما نقدرش نعمل ديفايدد لاي حاجه باي زيرو، بس انا اقدر اقول ان الفراكشن ده ايكوال زيرو. في حاله ان ال A تبقى ايكوال زيرو، الكلام ده يوصلنا ان الفراكشن كله على بعضه ايكوال زيرو. يبقى لو انا عاوز اقول ان الفراكشن ده ايكوال زيرو، باجي على النيميريتور بس واقول ان هو بزيرو. الفراكشن ده يكون صحيح ان هو فراكشن او راشونال نمبر لو كان الدينيميريتور نوت ايكوال زيرو. هي دي فكره درس النهارده. انا عندي سؤالين في درس النهارده لازم تكون عارف. كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن السيت اوف زيروز، وقلنا set of zeros the value of x which make the function equal zero. لو انا بطلب منك لاي fractional function set of zeros تبص على النيميريتور. طب ولو انا بطلب منك الدومين، الدومين تبص على الدينيميناتور. يعني ايه برضو الدومين؟ الدومين الفاليوز اللي انا اقدر استخدمها مكان الاكس. مين الفاليوز اللي ينفع نستخدمها مكان الاكس؟ فانا بقول لك الدومين فبتقول لي كل الفاليوز اوف اكس. طب ما انا عندي هنا في فاليوز تقدر تخلي الدينيميناتور بزيرو، يعني معنى كده لو الدينومينيتور بزيرو معنى كده ان الفراكشن ده غلط. يبقى انا عاوز كل الفاليوز اوف اكس ما عدا الفاليوز اللي بتخلي الدينومينيتور بزيرو. وهي دي فكره درسنا. سيت اوف زيروز ببص على النيميريتور، الدومين ببص على الدينومينيتور. طب تعالى نحل. مين الفاليوز اللي بيخلي الاكس بزيرو؟ تعالى نشوف. كنا بنقول عندنا ان انا عاوز اعرف الفاليوز اللي بتخلي الدينومينيتور بزيرو، فبقول له اكس ماينس 8 ايكوالز تو زيرو، وبعمل سولفنج. يبقى الاكس هتبقى ايكوالز 8، بنقل ال 8 الناحيه الثانيه، يعني معنى كده ان الاكس هتبقى ايكوالز ذا كيوبيك روت اوف 8. ذا كيوبيك روت اوف 8 يبقى معنى كده ان الاكس ايكوالز 2. طب ما انا عندي لو كانت الاكس ب 2 هتخلي الدينومينيتور بزيرو، يعني معناها ان انا اقدر اقول ان الدومين ايكوالز اول ريال نمبر اكسبت ذا سيت اوف 2. يبقى الدومين عندي دايما بيكون ار ما عدا الفاليوز اللي بتخلي الدينومينيتور بزيرو. Find the domain of the function n of x equal 3x plus 2 over x power 3 minus 4x power 2 minus 12x. بنفس الطريقة نقدر نحل. أنا عاوز الدومين، يبقى أنا هبدأ أبص على الدينومينيتور. يبقى أنا عندي هنا هقول إن الـ x power 3 minus 4x power 2 minus 12x is equal to 0. أنا عندي هنا trinomial expression وكله فيه x، يبقى نقدر ناخد x as a common factor. ويتبقى عندي x power 3 divided by x equals x power 2. 4x bar 2 divided by x equals to 4x. 12x divided by x equals to 12. كده بقى انا عندي quadratic expression، نقدر برضو نعمله factorization. يبقى نقدر نفتح هنا 2 brackets ونقول له equal 0. عندي x bar 2 يبقى نقول x and x. عاوز 2 numbers اعملهم times يبقى equals 12 minus يبقى equals 4. ال 2 numbers دول هيكونوا 6 and 2، لان 6 times 2 equals 12. 6 minus 2 equals 4. الكبير دايما زي ما اتفقنا بياخد الساين بتاعت المنفي، وبعد كده negative times negative equal positive. هنا بعد ما عملنا factorization نقدر نقول يا اما ال x equals 0 او ال x minus 6 equals 0، ومنها ان ال x equals 6 وال x plus 2 equals 0. يبقى انا عندي هنا ان ال x equals negative 2. لو انت عملت substitution بال 0 او 6 او negative 2 هتلاقي ال value of denominator equal to 0، يعني معنى كده ان الفراكشن ده ما ينفعش نعمل divided by 0. يبقى نقدر نقول ان الدومين equals r except the values of 0, 6 and negative 2. طيب تعالى بقى بعد كده انا خلصت الجزء الاول، تعالى نتكلم في الجزء الثاني. عاوز n of 0. انت بتقول لي دلوقتي انت عاوز ال n of 0. طب ما احنا اتفقنا ان ال value of 0 ده ما ينفعش، يعني معنى كده ان ال value of 0 will be undefined، لان انا عندي هنا الدومين all values except 0 6 and negative 2. تعال نجيب الفاليو اللي بعده اللي هو n of negative 1. هشيل كل x واحط مكانها negative 1، يبقى بقى 3 times negative 1 plus 2 divided by negative 1 power 3 minus 4 times negative 1 power 2 minus 12 times negative 1. By using the calculator then the answer will be negative 1 over 50. طب تعالى نشوف اخر واحده اللي هي n of 2. انت بتقول لي ال n of 2، قبل ما احل لازم اتاكد 2 موجوده في الدومين ولا لا. لا ده انا عندي نيجاتيف 2، يبقى 2 تنفع. يبقى انا هشيل كل x واحط مكانها 2، يبقى اقول له 3 times 2 plus 2 3 times 2 plus 2 over
2 to the power 3 minus 4 times 2 minus 12 times 2. By using the calculator, then the answer would be negative 1 over 3. في السؤال ده بيقول لنا n of x equal to x power 2 plus 1 over 3. انا مطلوب مني ان انا اجيب الدومين. اتفقنا الدومين بقول ان الدومين equals r except the value which made the denominator equal 0. طب الدينومينيتور في مين؟ في 3. هو ينفع نقول ان 3 equal 0؟ مفيش value يخلي 3 equal 0. الفاليو اللي بيخلي الx ب 0. طب انا الدينومينيتور عندي مفيش فيه x، يعني معنى كده انا ما اقدرش اقول ان 3 equal 0. فدول not equal، يعني معنى كده ان الدومين هيبقى عندي equals r، لان مفيش value يخلي الدينومينيتور equals. طب تعالى نتكلم في النقطة اللي بعد كده. هنطلب مني n of 0. n of 0 يعني معناها 0 power 2 plus 1 over 3. بشيل كل x واحط مكانها 0. يبقى انا عندي 0 power 2 equals 0 plus 1 equals 1 over 3. تاني عاوز n of negative 1. يبقى انا عندي هنا negative 1 to the power 2 plus 1 over 3. negative 1 power 2 equals 1 plus 1 equals 2 over 3. نقدر نجيبها طبعا by using calculator. n of 2. يبقى انا هنا بقول لك 2 to the power 2 plus 1 over 3. 2 power 2 equals 4 plus 1 equals 5 over 3 which equals 5 over 3. في question 4 بيقول لنا n of x equal to x plus 1 over x power 2 plus 1. انا عاوز الدومين، فاتفقنا الدومين ببص على الدينومينيتور. ايه ال value of x اللي يخلي الدينومينيتور equal 0؟ فانا باجي هنا بقول له ان ال x power 2 plus 1 equals 0. ونبدا نعمل solving. عندي plus 1 هنقلها الناحية التانية equal minus 1. يبقى أنا عندي x power 2 equals to negative 1. يبقى معنى كده إن ال x هتبقى equal، أنقل ال power 2 الناحية التانية يروح square root. بس ناخد بالنا لما يكون ال power even يروح عندي positive or negative. ده square root of negative 1. هو في square root لنegative 1؟ لا مفيش، مقدرش أجيب square root لنegative 1. معنى كده إن ال domain equals r. مفيش value لل x في real number يخلي الدينومينيتور equal 0، يبقى الدومين equals r. نشوف مع بعض فكرة جديدة في درس النهاردة. بيقول لنا هنا the function n of x equal to x plus 2 over x power 2 minus ax plus 25 and the domain of the function equal to r different the set of 5. Find the value of a. انت بتكلمني هنا عن الدومين. الدومين ده يبقى انا ببص على الدينومينيتور. معنى كلمة ان الدومين all values except 5، يعني معناها لو انا شلت ال x وحطيت مكانها 5 الاكسبريشن ده يبقى equal 0. وهي دي فكرة حل السؤال. انت بتقول ان الدومين سنس ان انت عندك هنا ان الدومين equals r except the set of 5، يعني معنى كده لو انت شلت ال x وحطيت مكانها 5 ان الاكسبريشن ده يبقى 0. then 5 to the power 2 minus a times 5 plus 25 is equals to 0. يبقى انا عندي هنا 5 power 2 اللي هي عندي هتكون 25 minus a times 5 اللي هي 5a plus 25 is equal to 0. 25 and 25 equal to 50 minus 5a equals 0. انا ممكن انقل negative 5a تروح الناحية التانية positive 5a. يبقى انا عندي هنا 5a equals to 50 divided by 5 divided by 5 then a equals 10. يبقى فكرة الدومين اللي هي the value of x which make the expression equals 0.